أيتها المواطنات الشريفات، المواطنين الشرفاء، المناضلات والمناضلين الأحرار اللي حاضرين في هذه القافلة التضامنية الرمزية مع الرفيقة ديالنا هند البحارتي ومع العائلة ديالها وعلى رأسها الأم ديالها الصامدة. تحية لدانيا تحية للمعتقل تحية لدانيا يعاني مع المغربية تحية لدانيا للمرأة المغربية تحية لدانيا وللمرأة المغربية تحية لدانيا وللمرأة المغربية تحية لدانيا باسم الجهوي باسم المكتب الجهوي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء اللي كيضم 9 ديال الفرع اللي هي فرع بن سليمان وفرع المحمدية وفرع البرنوسي وفرع الدار البيضاء وفرع برشيد وفرع حد السوالم وفرع جديدة وفرع سيدي بن نور، وباسم كافة المناضلات والمناضلين ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا الفرع في الجهة ديال الدار البيضاء، وباسم جميع المناضلات والمناضلين ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وباسم المناضلات والمناضلين ديال الشبكة الجهوية لحقوق الشبكة الجهوية لتضامن حقوق الإنسان جهة الدار البيضاء الكبرى، وباسم واحد العدد المناضلات والمناضلين ديال 20 فبراير اللي حاضرين معنا هنا، وباسم جميع المواطنات والمواطنين اللي حاضرين هنا واللي تعبروا على التضامن ديالهم مع الرفيقة هند الصحابتي، كنحييكم كاملين تحية عالية، تحية النضال وتحية الصمود وتحية الوفاء للشهداء ديال الشعب المغربي وللشهداء ديال الحرية والكرامة في العالم، تحية النضال والصمود للمعتقلين السياسيين اللي تقدموا جزء من حياتهم داخل السجون كضريبة ديال النضال. جينا هنا باش نعبروا على التضامن ديالنا كاملين مع الرفيقة ديالنا هند البحارتي، اولا باش نحييوها على المعانقة ديالها الحرية، نقولوا لها على سلامتك وخا المخزن شدك شعبك خرجك، راه هند البحارتي خرجات حيت كان واحد النوع ديال التضامن معها، واحد النوع ديال النضال، واحد النوع ديال الفضح للملف ديالها اللي هو ملف خاوي من الناحية القانونية، بالتالي هند كنعتبروها تعتقلت اعتقال تعسفي في إطار انتقام من المناضلات والمناضلين الشرفاء ديال الشعب المغربي. إذن هنا احنا هنا يا هند كبار وصغار نساء ورجال وأطفال باش نعبروا على التضامن ديالنا لا مشروط معاك ومع العائلة ديالك، وكيف ما قالوا في الشعارات المخزن اللي شدك احنا معاه ما مفاكينش، وانتي راه ماشي بوحدك هين، ولهذا احنا كنحيوا جميع من جاء من الدار البيضاء من المحمدية من سيدي بن نور من جديدة من برشيد من حد السوالم من البرنوسي، كاع هاد الرفاق والرفيقات وهاد المواطنات والمواطنين وهاد المناضلات والمناضلين اللي جاو كنحيوهم كاملين تحية عالية، كنرفعوا لهم شارة النصر وتنقولوا بصوت عالي وحنا في الفضاء العام حنا وسط الزنقة اللي ساكنة فيها هين، تنقولوا بصوت عالي بأننا غنستمروا في النضال مع شعبنا من أجل الحرية ديال الشعب ديالنا، الشعب ديالنا راه كيعيش ظروف ديال الاستعباد، من أجل الكرامة من أجل العدالة الاجتماعية احنا غادي نستمروا في النضال ضد الاستبداد وضد الفساد، كنناضلوا من اجل المساواه الفعليه ديال المواطنات والمواطنين. تحيه نضاليه تحيه نضاليه للمرأة المغربية تحيه نضاليه للمرأة المغربية المرحية تحيه نضاليه للمرحية النساء والرجال النضال حال حال النساء والرجال النضال حال حال النساء والرجال النضال حال حال تحية نضالية تحية نضالية للمرأة المغربية للمرأة المغربية تحية نضالية تحية نضالية للمرأة المغربية للمرأة
إذن الأخوات والإخوة، احنا جينا احنا واقفين هنا باش نعبروا على التضامن ديالنا التام ولا مشروب مع الرفيقة ديالنا هين ومع العائلة ديالها، ولكن في نفس الوقت باش نعبروا على التضامن ديالنا مع جميع المعتقلين السياسيين اللي كاينين في بلادنا. جميع المعتقلين الحرية الفورية. إذن ومن هذا المنبر كنعاودوا نجدوا المطلب ديالنا ديال ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا وبدون شروط، فورا وبدون شروط، وإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقاد السياسي. حنا بغينا مغرب الكرامة، مغرب الحرية، مغرب العدالة، مغرب المساواة، مغرب بدون معتقلين سياسيين، بدون ظلم، بدون فساد، بدون استبداد. هذا هو المغرب اللي حنا كنناضلوا من أجله. وعلى هذه المطالب علاش تشدات الرفيقة ديالنا هند وتشد معها كذلك الرفيق ديالنا ديان، اللي من هذا المنبر كنعبروا كذلك على التضامن ديالنا معاه، واللي مباشرة من بعد هذه الوقفة غادي نديروا واحد زيارة جماعية ليه باش هو نعبروا له في عين المكان على التضامن ديالنا معاه. إذن باختصار هين البحارتي احنا معاك، احنا يا كاملين معاك، والجمعية المغربية كرامة عدالة اجتماعية حرية، كرامة عدالة اجتماعية حرية، كرامة عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية حرية، كرامة عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية حرية، كرامة عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية. إذن احنا دابا درنا هاد الوقت قافلة تضامنية، جات في ظروف ديال الامتحانات وحنا مقبلين على رمضان وكذا ما تمكناش نجيو بزاف، ولكن هاد المناضلات وهاد المناضلين وهاد المواطنات وهاد المواطنين اللي هما معاكم راهم تيعبروا على التضامن باسم جميع المناضلات والمناضلين الديمقراطيين في هاد البلاد. اذا حنايا غنبقاو مع هند وغنبقاو مع الام ديال هند ومع العائله ديالها ضامنين، وكل ما اقتضى الامر منا اننا نتضامنوا مع اي مناضل او مناضله او مواطن او مواطنه اللي هو كيتظلم حقه حنا غادي نكونوا متضامنين معاه. وتحية لكم جميعا، وغادي الا بغى شي حد من هاد العائلات من هاد المواطنات من هاد المواطنين من هاد الشباب من هاد الشابات اللي بغى شي حد يدير شي كلمه تضامنيه معايا كيتفضل، ونروحوا شويه الوقت باش نمشيو عند الرفيق ديالنا محمد البيان.